ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وجهت جامعة الدول العربية مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها توصيها باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية ضمت خريطة المغرب كاملة. وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا من مصادر دبلوماسية عربية بالجامعة العربية أن هذه الأخيرة عممت المذكرة على الهيئات والمنظمات التابعة لها وطلبت بالالتزام بفحوها. وجاء موقف الجامعة العربية بحسب ذات المصادر ردا على احتجاج تقدمت به مندوبية الجزائر لدى الجامعة مؤخرا على نشر خريطة المغرب كاملة في إحدى الفعاليات التي عقدتها منظمة المرأة العربية بالقاهرة. وأرفقت الجامعة العربية مذكرتها بخريطة كاملة للوطن العربي منها خريطة المغرب تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة.